بالنسبة للاستعجالات نلقنا مع السيد الوالي وزملائه دائرة بلدية وكل إطارات الصحة لعدد من عيادات متعددة الخدمات لإعادة الاعتبار باش يكونوا هما أي في أحياء سكنية نقدموا لهم العلاج اللازم أو على الأقل العلاج الأولي هكذا باش يقلصوا من العمل داخل المستشفيات. هذا اللي إن شاء الله يجعل المريض قدام السكن تاعو تكون عنده عيادة فيها أشعة وفيها مخبر وفيها أطباء وفيها أطباء أخصائيين. المرحلة الثانية هو في مستشفى مصطفى، أكبر مستشفى وأكبر قسم الاستعجالات. زرنا إلى الطابق الأول، فيه الطابق الثاني والثالث، يكون فيه أقسام أخرى تابعة للاستعجالات باش نديروا أحسن نموذج لصالح المرضى، وهذا إن شاء الله نعموه على حسب كل ولايات.